ازيك يا محمد؟ محمد استنوا يا جدعان بفتح الباشا. وحشني. ازيك يا ميرا؟ والله انت حلوه ميرا والله. ازيك يا بت يا كريستين؟ ازيك يا بت يا دونا؟ انتم ازيك يا دونا؟ عامله ايه يا دونا؟ وحشني. ازيك يا بت ربها قلبي؟ المفاجأة الحلوة. بت دون اللي انا طالع رايل على طالع على الانستجرام وعلى الفيس وعلى كل حاجة. ازيك يا بت رنا؟ دي النيلة. النت وقف، النت بيقف ولا ايه؟ مش عارف. ازيك يا بودة؟ والله العظيم انت القلب يا بودة. مش عارف هو في ايه غلط، في حاجة غلط عندي مش عارف. بليز تشيك يور انترنت اجين. هو النت مش شغال. بليز شغال ازاي؟ استنى يا ابن قلبي اللي بقى. ازيك يا وليا؟ ازيك يا بنت يا جنجول؟ ازيك يا لوليانا؟ عامله يا بنت يا لوليانا؟ الاولاد الاولاد. ازيك يا نهاد؟ ابو حميد. ازيك يا ابو حميد؟ طيب نور رسالة الانستجرام عشان الاولاد. ازيك يا سلمى؟ تمام. ازيك يا بنت يا ساره؟ سلامتك يا ساره يا حسن. احبك والله يا اسطى. محتاجين ناس ايه؟ يعني ايه محتاجين ناس ايه؟ محتاجين ناس احنا محتاجين ناس مريحه يا اسطى. ومريحه كده. انا عايز ناس تشخلع لي يا اسطى. انت كئيب ليه يا ابني؟ اللي محتاجين ايه؟ محتاجين نسوان. محتاجين انت. انا عن نفسي احتياجاتي عارفها، انا عارفها، انا محتاج حاجات عارفها قوي. عشان انا بني ادم حيوان قوي. انا غريزي جدا يعني، عشان الحياه بقت مرهقه في شويه، فمش محتاجين ناس كامله. ايه هي دوافعك الاستمرار؟ ايه السؤال اللي نزلني؟ الاسئله دي. عنديش دافع استمرار بصراحه، انا مستمر كده يا جدعانه مني ليكم والله العظيم. اللي كان عنديش ايه يا اسطى؟ ما بتسالش ليه يعني؟ اسال انا ايه؟ اسالك يعني انا المفروض اسالك ايه هي عاصمه الدنمارك؟ يعني اسالك الانستجرام ده فيه حاجات غريبه. جو شوف الفيديو اللي ابني بيقلدك فيه. عينيا والله عينيا، ابعتهولي معلش. حاول تبعتهولي. عندك الشامبو ذكى نداء. انا بقرا من هنا ومن هنا يعني، من الانستجرام ومن الفيس. ذكى بنت نانسي، عامله ايه يا بنت نانسي؟ ماشي. ايه الحاجة اللي تستاهل الاهتمام في حياتي؟ عندي كوتش ابيض نفسي اهتم بيه، نفسي ما يتدس عليه، بس هو ده اهتماماتي، لان انا بحتاج الكوتش ده ما حدش يدوس عليه، لان انا بتعب نفسيا لما حد يدوس عليه، ومن اللي جات ان انا ما بقتش البسه. يعني انا اهتماماتي يا باشا عبيطه والله العظيم. ما تستناش مني انا كلام مهم. ما اعرفش الناس اللي بتقلبها جد ليه. يا جو حاولت اقنعهم وهم ما يقتنعوش، البيت كله ضدي. انت ليه تحاول تقنعهم؟ والله انا كلامك بالامانه، انت ليه تقنعهم يا سيدي؟ كل واحد ليه وجهه نظر. انت اصلا لو انا جيت اناقشك في وجهه نظر مش هتقتنع بيا اصلا. يا ابني ليه يا ابني؟ انت تعبان يا ابني. انا بحبك قوي والله العظيم، وانا بحبك قوي والله. يستورك. ازيك يا ايه؟ ايه يا ابني انا بحب. الله يسترك والله. ايه بنت رغده؟ رغده ماشي. ايه يا وليه مالك؟ ازيك يا ابن قلب؟ ازيك؟ ازيك يا سلمى؟ الغاء الامتحانات اعتمد نتيجه 6 ابتدائي. انت عايز يبتدوا من يبتدوا معاك من 6 ابتدائي؟ انا نفسي والله، لا اقسم بالله انا نفسي يعتمدوا نتيجه 6 ابتدائي عندي. انا كنت ضايع. ماشي. ااا
يا جو انا بتعب نفسيا من اللي بيحصل في، وهم ما بيقدروش مشاعري. بص انا برضو جالي فترة عندي احساس غريب جدا، هل انا اللي عندي حساس زيادة عن اللزوم وشعوري كده الناس بتقول لي كلمة بزعل، ولا انا عايش في وسط حلاليف فاكتشفت ان انا عايش في وسط حلاليف؟ والله العظيم عايش في وسط حلاليف ما بيفهموش. اوعدك ان انا اوعدك ان انا هخس بعد رمضان. انا ويت اهو. عليا النعمه. انا ويت اهو. هتطلعي زايده 10 كيلو وافتكر كلامي، لان انت فاهمه ان 10 كيلو 10 كيلو هتتخنيهم. والله العظيم خدي بالك، والله العظيم مش فايد. مش بفول، لا لا. ماشي استنى نقرا من هنا شويه. قلبي زكي ولا زكي، انا بحبك وانا والله العظيم تاتا بحبك قوي يا ياسر، والله العظيم بحبك، بحبك يا جو والله العظيم، وانا بحبك. اخيرا زكي بنت هنا، زكي نادين، نادين الغنيه، مش عارف اسراء فين الغنيه، برضه مش عارف ولا غنيه، الله سيبها في حالها بقى، جالها بتاع كده غبط فوق دماغها من كتر القر اللي احنا بنقر عليه. ايه اللي بيبوظ العلاقه؟ خلاص يا نادين، ايه يعني دي معاك فلوس كتير. اللي بيبوظ العلاقه، اللي بيبوظ العلاقه ايه؟ اللي بيبوظ العلاقه، اللي بيبوظ العلاقه عندك حاجتين، الاهمال ولا مبالاه. تقضي على اي علاقة. والله لو امك. والله العظيم التلاته ما هتلاقيها. كان عاملني محور الكون وفجاه لقاني مش عارف. هي في ناس فاكره نفسها قصه وهي عيني سطر. هي في ناس كده يعني، هو بيحسسك ان هو محو ايه؟ عادي يا عم انت بلح خالص يعني، كلنا بلح. فين الرشاش؟ الرشاش جوه. عامل ايه يا ابني؟ الحمد لله. ده يا يوسف عبك والله. بالمز... ايه جو بحب حد برج الحوت وهو قال لي مش قادر اتقدم غير بعد 10 سنين، ده انظامه. عشر سنين ما نتناقش على ظروف الناس، ممكن الراجل يكون. طب هو عارف 10 سنين منين؟ ليه مش 7؟ ليه مش 8؟ 10 سنين يعني انت مثلا سيبك منه وفكك وش. انا بقدم لك العلاقه، بس دي علاقه بايظه بصراحه، دي علاقه بايظه. ايه ده اسراء؟ والله يا اسراء كنا قلقانين عليك. والله انا قلت والله لسه بنقول البت جالها حاجه. فلوس كتير بتطير. في ناس بتتعوض. لا في ناس ما بتعوضش، في ناس ما بتتعوضش، في ناس ما بتعوضش. انا ما بتعوضش. يا عم اي حاجه لا ما بتتعوضش، في ناس ما بتتعوضش فعلا. طيب عامله لك منشن على انستا، حاضر اشوفه. اخويا الرشاشه قسما بالله عشان الله يسترك، الله يستر. انا استرك ستارك يا اسطى، انا بحبك. ذكيه بنت مروه، مروه انت ذكيه جدا. تغريد والله، شوف شوف تغريد دي ذكيه. قالت لك بدل ما اقعد اقول له قول اسمي كان كتبوا لي بالعرب. الله يستركم. ماشي حاضر، ابص على المنشن بتاع الانستا. الله يسهله. ماشي حاضر، ولع معاك يا عم. اله يا رب تولع معاك زي ما ولع معايا. الله العظيم ثلاثه من قلبي. بعد عني، هو بعد عنك هتلاقي في واحد بيقرب منك والدنيا بتمشي، بس انت اللي جازمه. دي رساله ده واحده بعتها على الانستجرام، عادي يعني عادي. رسائل الانستجرام دي خريفه قوي. قول لي نصيحه. كان في كتاب مش كلمه كده مش فاكر مين اللي كتبها بصراحه، كان في كتاب ايه برضه مش فاكره، كان بيقول لك اذهب حيث من يراك كافيا. طبعا احنا بقر ما بنعملش الكلام ده، احنا بنروح للناقص ابن الناقص. ايه ده الناقص اهو حبيبي، حب امك. هو ضمن وجودي واتغير عليا. بصي محدش بيستاهل المشاعر الكامله، لان اول ما بتخش على كلمه المشاعر الكامله بيو 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 بوت يا كلب. هو بيعمل كده. ذكرى اسراء اللي معاك فلوس.
الصورة دي خليها يا اسطى، تلاقيها شغالة في البترول والله العظيم، تلاقي معاها فلوس التكاتة التكاتة التكاتة. والله انت بتتعوض. الله يسترك يا ايه، الله يسترك. اخبارك؟ ازيك يا روزا الرزان؟ رزان سلام، انا بحبك موت وربنا يا اسطى، انا بحبك يا اسطى والله يا عم. رد ارد 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 ايه طيب؟